مرحبا بكم في موقع ديلي فوركس، نقدم لكم تقريرنا لهذا اليوم الاثنين للأسواق المالية. تراجع الدولار الأمريكي والين الياباني قليلا، في حين ارتفعت أسواق اليورو والجنيه الاسترليني والأسهم. يبدو أن زوج الدولار الأمريكي يجد الدعم عند المستوى الأعلى عند 1.1648، ويبدو صاعدا بعض الشيء. يستمر زوج الدولار الأمريكي أمام الين الياباني في الارتفاع، ولكن قد يتوقف عند المستوى الرئيسي عند 110 نقاط. يبدو زوج الجنيه الاسترليني أمام الدولار الأمريكي أكثر صعودا من زوج اليورو أمام الدولار الأمريكي، ويبدو أنه من المتوقع أن يرتفع قليلا اليوم. هذا هو تقرير اليوم. باسم طاقم ديلي فوركس نتمنى لكم تجارة موفقة وأسبوعا ناجحا.